هسا رأيتم أن السنة والشيعة يقولون أنه من الزهراء ماذا يوجد؟ ها؟ ماذا يوجد؟ حسن وحسين و مولانا ماكو مخالف؟ أنه لا بس كان عند الحسن والحسين وما عنده ثالث؟ أكون مخالف يا من علماء من علماء المسلمين؟ شو تصورون؟ أكون مخالف لو ما أكو؟ أكون مخالف؟ أكون مخالف، اسمحوا لي، ممن أكو؟ من الشيعة لو من السنة؟ أي والله شيخ المفيد مولانا يقول ما معلوم مولانا. هسا أنا لابد أطعن بالشيخ المفيد مولانا؟ والله الجاهل اللي يطعن في الشيخ المفيد. خو مولانا لم يثبت عنده أكو عنده ولد ثالث خوتي. بعد صدر الفتاوى وضال مضل وخرج من المذهب وفاسق فاجر ويريد يطعن المذهب، خو الشيخ المفيد عاد اطعنوا به، اطعن اطعن يلا. اي منطق متخلف بائس اذا اختلف معكم احد في رايه ماذا؟ يتهم. تقول لي سيدنا مباشره رجعنا رجاء طلعنا هذا كتاب الارشاد، تعرفون بعد الجميع اكو واحد ما سامع كتاب الارشاد للشيخ المفيد؟ ها؟ معروف الكتاب، واللي محققين مولانا مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث دار المفيد، ويقول من أهم كتبه. هسه يكون في علمكم بعض قد يقول أن هذا الكتاب ليس ماذا؟ أنا دا أتكلم عن النظرية المشهورة بين الإمامية أن هذا الكتاب لمن؟ عنوانه ملتفتوا موسوعة الشيخ منه؟ الشيخ المفيد في صفحة 355 يقول ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم. فأولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 27 ولدا ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى وأمهم أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين، ومحمد المكنى أبو القاسم وعمر ورقية، وأمهما أم إلى آخره، إلى أن يخلص 27. يقول وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي. يعني هو معتقد لو ما معتقد؟ إذا لا معتقد بمحسن ولا معتقد شنو؟ ها؟ شو تقولون مولانا؟ اليوم تطلعون تظاهر لو ما تطلعون؟ شو هالمنطق هذا عزيز؟ هذا من بعثة كمال حيدري مولانا؟ لو الشيخ المفيد؟ يلا هذول اللي الان بودي الان تدخلون على المواقع يشوفون بعض من لا تثبت له، ما اريد اقول غير عباره لانه يسجل، ممن يدعون انهم عناوين كبيره ومراجع، الان موجوده مولانا استفتاءاتهم على المواقع بانه السيد الحي انكر اسقاط الجنين مولانا، فمولانا الشتائم او ويدعون مولانا همتينا كذا وكذا، وتعرفونهم موجوده بالمواقع، ادخلوا الان المواقع، اليوم الان ادخلوا المواقع. خو يلا تصدر فتوى ضد من؟ شيخ المفيد مولانا. شنو هذا المنطق عزيزي؟ والله أعزائي والله هذه مو مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت واي أعظم من أنه إذا اختلفت في الرأي مباشرة أنت شنو؟ ها؟ تفسق وتفجر وتسقط وتتهم إلى آخره. قال وفي الشيعة مع الأسف ما أقدر أذكر أطلعكم إياها، بس أطلعها للنار حتى يطلعوها، بعدين هذني طلعهن. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، اللي هي رواية منه؟ رواية الكافي اللي قال سماه رسول الله وهو حمل. إذن دي يعرض بمن؟ ها؟ بالكافي بالكليني. يقول انت اللي تقول انا ففي الشيعة، طبعا من كبار علماء الشيعة ثقة الإسلام الكليني، ولكن هو ده يقبل أو لا يقبل؟ هسه ما أريد أقول لا يقبل، ولكن يؤيد أو لا يؤيد؟ لا يؤيد، ما يقول صحيح. يقول وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 28.
يعني يقبل لو ما يقبل. يقول إذن في الطائفة قولان، قول يقول هناك محسن وقد ماذا ها أسقط، وهناك ماذا ها قول يقول بابا أصلا محسن ماكو، مو أنه كان أكو وما أسقط، لا ماكو محسن سالبة بنت فائل أصلا بابا من الأصل مولانا ماكو محسن. ما أدري واضحة النظرية أعزائي؟ جيد. حاشية صغيرة مع الأسف اللي يظهر بعد ما نتوفق للأسئلة، ولكنه القضية كانت مهمة. حاشية تشككون الآن في الشيخ المفيد لو ما شككوا؟ ها أعزائي؟ لا جاوبوا واقعا. تشككون لو ما شككوا؟ ليش ما شككوا؟ مو أنكر مولان أو لم يقبل، هسه ما أريد أقول أنكر، لا أقل لم يؤيد، ما أريد أقول لم يقبل، حتى بكرة يقولون وين قال لم يقبل؟ مباشرة هذول النقطية مولانا راح يقولون وين قال ما نقبل؟ لا لا أقول أيد أو لم يؤيد، لم يؤيد، قال هذا قول وهذا قول فيوجد قولان، ذكر قول لو ما ذكر؟ لم يذكر. إذا أكو تأييد أو لا يوجد تأييد؟ لا يوجد. أساسا عنوان الفصل أولاده 27، يعني المختار عنده ايش قد؟ 27.